واش دابا حنا هذا مخون هضروا خلينا نبدا بالحضار راح ندوينا قلنا بانه لا عارف صافي باش نشوفوا بعد 11 يلا قاد المسائل ديال كلادي راه غنرجع نلقى حتى الاسعار ديالها يلا دابا هي الاولى صوروا العدد يلا فما دابا ما عندك داكشي باش تسدها كاع الناس ياك راه حضرتيهم شحال خديتي شحال خديتي وبطاطا 8 دراهم وبطاطا 8 بطاطا شحال دايره على صفر 8 دراهم 8 دراهم شلبانه 18 شريناها ب 17 شي ولا خويا هادي شريناها دايرين على هذيك هادي اخويا شريناها ب 20 ودرنا لها 20 شي وجدت هي كان ركابه يلا خويا غير مواطن باش يتقدى ايه راه باش الثمن ديال السلعه باش ما نلقاوش معاه حتى المشكل الا ما جاتو غاليه ما يعبرهاش هذاك الشيء راه حنا قبال منكم الله يعطيك الخير هيا هيا دابا السيده كتقول لك انا ما عرفتش لا خويا ديال الخير زوينه اوكي الثمن 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 باش يكون باين لا دابا يلا هي الاولى الكاكي تا هو ديرو الثمن ديالو يبقى بنادم يعرف كل حاجه شحال دايره يلا كمل الثمن ديال هذا هادشي يلا اي حاجه دير عليها الثمن الله يرضي عليك دابا دير لها اي حاجه دير فيها الاسعار كامل كيما دير الثمن الثمن دير لها شوف الله يرضي عليك غدي ماري في الصباح في الصباح كتحط الاثمنه ديالك باش كيجي المواطن اللي غيتقضى السلعه ديالك كيعرف الثمن قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم